تحرر منظمة التحرير من جنرالات التطبيع، لا لاختطاف منظمة التحرير ارحل عبد ربه. برافر يهدم النقب والتطبيع يهدم التفكير، عبارة رددها عدد من ممثلي النقابات والاتحادات الشعبية خلال الوقفة الاحتجاجية أمام منظمة التحرير الفلسطينية عقب اللقاء الذي نظمته مبادرة جنيف ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه برام الله في السابع من الشهر الجاري مع عشرات من الشخصيات الإسرائيلية المتطرفة بمشاركة كل من عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث ومحمد المدني. جاءت هذه المبادرة بناء على ردة فعل هي أولى، ولن تكون ردة فعل مرحلية بل سيتبعها عدة خطوات لإنهاء مسألة التطبيع ومسخرة التطبيع. المشاركون في الاعتصام طالبوا بإعادة صياغة منظمة التحرير من أن تكون مأوى لعفاديا يوسف أو مستشاريه، رافضة بأن تعطى هذه اللقاءات غطاء سياسيا وقانونيا. هذه اللقاءات وهذه المؤسسة بهذه التركيبة لا تمثل شعبنا الفلسطيني، لذلك كان الاتفاق على إعادة بناء منظمة التحرير حتى تشمل كل مكونات شعبنا. رحلوا ياسر عبد ربه ونبيل شعث والمدني كان أبرز المطالب التي نادى بها المشاركون، بالإضافة إلى إنهاء ملف المحادثات الإسرائيلية ومبادرة جنيف لأنها لم تلحق بالشعب الفلسطيني إلا العار على حد تعبير البعض. كل ما فعله وتفعله إسرائيل يوميا من إعلان جديد عن وحدات استيطانية جديدة، عمليات تطهير العرقي بالقدس في الأغوار، الهدم، الترحيل، تهويد القدس، هذا لا يؤسس لعملية تفاوضية. كيري وبحسب تقدير الغالبية فشل في جولته الأخيرة في المنطقة، ولن يؤتى لقاء مع قوى يمينية إسرائيلية كهذا ثمارا إيجابية لصالح الشعب الفلسطيني، فلا أسس لإعادة المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي. مي زيادة من رام الله، تلفزيون وطن.